بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، موعدنا اليوم مع بدايات سورة النازعات، وهذا الجزء الأخير من القرآن الكريم ينبغي للناس، لا أقول أن يحفظوه، ولكن أن يفهموه ويتدبروا. سوره قصيرة ومعانيها مباشرة، وهي ترقي بالإنسان في فهمه وتصوره. وللأسف كثير من المسلمين يحفظون شيئا من هذا الجزء، ولكن لا يعرفون معنى ما يحفظون، وهذا لا يليق مع الناس بعضهم بعضا. قال ربنا عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نخاطبه كما يخاطب بعضنا بعضا، بل لابد أن نفهم خطابه وأن نعقل مراده. لابد أن نقرأ الشيء ونسمعه ونسمعه ونحن نفهمه ونفهمه، لابد من ذلك، لأن اللغة هي وسيلة للتعبير، وسيلة لنقل المعاني. لكن أن نقرأ القرآن ولا نفهمه، فهذا لا يمكن أن يكون بين الناس، فما بالكم بأن يكون بين الناس ورب الناس. ومعاني القرآن يسيرة وبسيطة، يمكن لك أيها الحبيب أن تعرف معاني المفردات، ليس لك أن تغوص في دقائق المعاني، وأن تعرف الألفاظ ومتشابهاتها، وأن تعرف الكلام وسياقه، وأن تعرف ما يتلبس هذا السياق من أسباب نزول ومورد حديث وناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك. ولكن يكفيك أن تعرف اللفظ الذي تقرأه ما معناه، وإن تهيأ لك ما هو أعمق من ذلك وأوسع من ذلك فهذا فضل الله. ومن المستحيل أن يكون القرآن قرآن الخاصة من الناس، لا يمكن أن يكون هذا القرآن أنزله الله تعالى لطائفة من الناس، وإنما أنزله لجميع الناس. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والضمير هنا لدلالة على الجمع، يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهذا خطاب للناس جميعا. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ودلالة الاستفهام دائما تتجه إلى العموم، دائما دلالة الاستفهام تتجه إلى العموم، إلا إذا دل السياق على تخصيصها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والشاهد أن الناس يحسن بهم ويجدر أن يقرأوا هذه السور القصار وما تضمنته من معاني كبار، وألا يغضوا الطرف عنها، بل لابد أن يتفهموا المعاني شيئا بعد شيء.
هذه السورة سورة النازعات، سورة مكية، ولعل هذه السورة من السور التي اتفق العلماء على مكيتها، لأن هناك سور اتفق العلماء على مكيتها وأخر اتفق العلماء على مدنيتها وأخر هي مكية وبها آي مدنية والعكس هي مدنية وبها آي مكية. وهناك سور مختلف فيها وآيات أيضا مختلف فيها من حيث النزول، أنزلت في مكة، أنزلت في المدينة، أنزلت في الطائف، أنزلت بين مكة والمدينة، هل هذه الآية أو هذه السورة نزلت بليل أو نهار، في سفر أو حضر؟ هذه مسألة طويلة والكلام فيها كثير. والغالب أن تسمى السور باسم شيء فيها، النساء، البقرة، آل عمران، فتجد أن كل سورة سميت بلفظ كان موجودا في هذه السورة، وهذه السورة سورة النازعات، وبدأها ربنا عز وجل بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمر. هذه المذكورات مقسم بها، يعني أقسم الله تبارك وتعالى بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات، وأقسم أيضا بالسابقات، وأقسم أيضا بالمدبرات، فهذه مقسم بها. ودائما هناك جواب للقسم، والراجح أن جواب القسم بعد هذه المذكورات ليس مذكورا وإنما يدل السياق عليه، وهذا كثير في اللغة، قد يحذف الخبر لدلالة السياق عليه، وقد يحذف المضاف لدلالة السياق عليه، وقد يحذف المفعول لدلالة السياق عليه، وقد يحذف جملة جواب القسم لدلالة السياق عليه، وقد تحذف جملة جواب الشرط لدلالة السياق عليه. هذا مبحث كبير جدا يسمى عند اللغويين بمبحث الحذف. وهل الحذف للاختصار أم له غرض آخر؟ هذه مسألة أيضا فيها نزاع كبير بين أهل العلم. قال تعالى والنازعات غرقا، هناك أقوال كثيرة في معنى والنازعات غرق، لعل من أسد هذه الأقوال أن النازعات هي الملائكة، والغرق أي التي تجذب أرواح الناس بشدة، وقيل تجذب أرواح الكافرين بشدة، لأن الغرق فيه معنى التوسع والتمكن، وهذا يقتضي الشدة. والنازعات غرقا يقسم ربنا عز وجل بالملائكة التي أوكل إليها نزع أرواح الكافرين، وعندما تنزع أرواح الكافرين فإنها لا تنزع برفق، وإنما تنزع بماذا؟ بشدة، بشدة. ما من أحد سيغادر هذه الدنيا إلا بعد نزع روحه، ولا ممكن حنموت وروح موجودة، لا، تنقول فاضت الروح إلى باريه، تفلندا بيطلع في الروح،
فالروح لابد أن تنزع من البدن، والذي يقوم بنزع الروح من؟ الملائكة بأمر الله عز وجل. فالملائكة لا تنزع أرواح من تشاء، وإنما تنزع أرواح من أمر الله تعالى بهم. يبقى أنزع روح فلان علان. ولذلك عندما نجد يا إخوتي مسائل القدر في نهايات الناس نجد أمرا عجبا، نجد أمرا عجبا. البتاع ده مشطشط، هي هيحرق بقه يا محمد. ايه بالملح بس؟ طيب وانت بقى جيب له عصير بعديه علشان يظبطه بعد الملح ده. طيب لا 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 براحته، والله براحته، احنا بنحب الاولاد يجوا ويعملوا دوشه وياخدوا راحته. يا دكتور يوسف براحته، سيبه يتحرك براحته، يجري براحته. إذا رأينا أحوال الخلائق في نهايات حياتهم وكيف تختم حياتهم نجد عجبا عجاب، عجبا عجاب. نجد أحد الناس، وكان هذا صديقا لنا عليه رحمة الله، اشتكى بالكبد، وكان مرض الكبد هذا إذا أصيب به أحد منذ 30 سنة يعني قامت مستشفى الجامعة ولم تقعد، إن في هناك ورم في الكبد والدنيا تقف على حلم، مشكلة. حصل له استسقاء وقيء دموي وما إلى ذلك، قالوا خلاص يروح ويموت بين أهله. وبالفعل أخذه الناس وجهزوا قبره واستعدوا للوفاة. ما الذي حدث؟ كان طالبا في كلية الزراعة وكان زميلا لنا. الذي حدث أن الله تعالى أنشطه وأقامه ومارس حياته وتزوج وأنجب 3 من الأولاد. وبينما هو يعبر الطريق بعد أكثر من 10 سنوات من قول الأطباء خلاص جهزوه للجهة الثانية، بينما هو يعبر الطريق أتى السيارة مسرعة فضربته فمات. سبحان الملك. إذن لم تقبض روحه في المرض، وإنما قبضت روحه في ماذا؟ في الحادث. الذي يقدر قبض الأرواح إنما هو باريها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. خفش، كل إنسان أجله مقسوم لن يخرج عن أجله أبدا. فالنزعات هي التي تقوم بنزع أرواح من؟ الكفار، عرقا أي بشدة، تجذب الأرواح بشدة. والناشطات نشطة، هي أيضا الملائكة تنشط أرواح الناس ولكن برفق. والناس هنا اللي هم مين؟ المؤمنين. يا سلام، يبقى أهل الإيمان والإسلام، أهل الديانة والإيمان، عندما تقبض الملائكة أرواحهم فإنها تجذبها بماذا؟ برفق ولين. عندنا الحديث أن رهطا من الصحابة استقروا قوما فلم يقروهم، والقرى أي الضيافة، كانوا ماشيين في صحراء فمروا على ناس ضيفون قوم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، أتت حية أو عقرب فلدغته، فقالوا ألا من راق ممكن حد يرئلنا سيد الحي؟
فقرأوا عليه سورة الفاتحة، فبرئ الرجل كأنما نشط من عقال. كأنما إيه؟ نشط. نشط من عقال يعني إيه؟ أي حل من عقال، أي من ربط. إذا النشط فيه معنى ماذا؟ الحل. يبقى والناشطات نشطا، الملائكة تقوم بحل أرواح المؤمنين، أي جذبها بلطف. فالله تعالى يقسم بهؤلاء الملائكة، الجزاء من جنس العمل. أهل الطاعة تجذب أرواحهم، ولكن بماذا؟ برفق. يعني أنت أيها الحبيب عندما تموت لا تخف، ستقوم الملائكة بنزع روحك بلطف، برقة، بلين، لأنك من أهل الإيمان. طيب أهل الشقوة والكفران تقوم الملائكة بنزع أرواحهم بماذا؟ بماذا؟ بشدة. والسابحات سبحا. قيل السابحات هي الملائكة أيضا تسبح، أي تذهب هنا وهناك بأمر الله، لأن السبح هو الانطلاق بخفة ونشاط. السبح، ومنه خيل سابح إذا كانت مسرعة، فالملائكة لا تسرع وإنما تنتقل هنا وهناك بأمر الله، هذا يرزق، هذا يموت، هذا ينجب له، هذا كذا، هذا كذا. فالملائكة تتحرك في الكون كله بخفة ونشاط بأمر الله. إذا معنى السبح معناه ماذا؟ الانتقال بخفة ونشاط تنفيذا لأمر الله عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذا الملائكة تقاتل، والملائكة تزجي الريح، والملائكة تحرك الجبال، والملائكة بأمر الله تعالى يحدث هذا كله، أيضا تنزل القطر من السماء. أفعال الكون تقوم الملائكة بفعله بأمر الله عز وجل، وهذا يقتضي ماذا؟ الثبوت ولا الحركة؟ السبح. قوله تعالى فالسابقات سابقا، الواو والفاء هنا للعطف، ولا دلالة هنا غير العطف. والسابقات سبقا أيضا هي الملائكة التي تتسارع وتتسابق في تنفيذ أمر الله تعالى وطاعته. قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولذلك الذي يجتهد في طاعة الله عز وجل ويتسابق في هذه الطاعة ففيه شبه من الملك، ففيه شبه من الملك. وهذه مسألة، أيها أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ هذه المسألة فيها نزاع عريض. منهم من قال بأن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الله تعالى أسجد الملائكة لآدم، فلا يسجد فاضل لمفضول، وإنما يسجد المفضول لمن؟ للفاضل. فهذا دليل على أن الملائكة أقل فضلا من صالح البشر. ومنهم من قال العكس، لأن البشر تصيبهم الأعراض من الغفلة والمعصية والضلالة وغير ذلك، والملائكة براء من ذلك. أيضا الملائكة خلقت من نور، والبشر خلق مما وصف لنا، فهم أفضل حتى في أصل الخلقة، ومما لا شك
أن النور أفضل من غيره. وهناك من حاول الترجيح في هذه المسألة فقال الملائكة أفضل من حيث البداية، وصالح البشر أفضل من حيث النهاية. فمن حيث الخلقة الملائكة أفضل، ومن حيث الأعمال في عالم التكليف الملائكة أفضل، ولكن من حيث النهاية في عالم الجزاء فإن صالح البشر أفضل من الملائكة. فإن الله تعالى ذكر عن الملائكة أنهم يكونون كالخدم بين يدي أهل الجنة، قال تعالى يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فدخول الملائكة عليهم من الباب كدخول الخدم، وهذا دليل على شرف الصلاح في البشر. فصالح البشر أجره عند الله تعالى عظيم، فالملائكة عندما تستل الأرواح تنزع روحه برفق ولين ولطف، وقبل ذلك الله تعالى يرعاه ويكفيه، أليس الله بكاف عبده؟ ثم إذا كانت النهاية وكان الحساب في يوم الحساب أجزل الله تعالى له المثوبة وأدخله الجنان وأنعم عليه بالرضوان وفضله على سائر الملائكة، فأي فضل يكون أعظم من ذلك الفضل؟ وقيل فالسابقات سبقا، هي الخيل التي تتسابق للجهاد في سبيل الله. الخيل، يا خيل الله اركبي، فالخيل لا تتقاصر خوفا من الموت، وإنما تتسابق طلبا في حسن الخاتمة. ولهذا لا ينبغي لأهل الإيمان أن يهابوا الموت. شاعر يقول لنفسه، لأن هذا الضمير لا يعود على مؤنث وإنما يعود على نفسه. شاعر اقترب من أرض المعركة فوجد السيوف تبرق في أشعة الشمس، ووجد صهيد الخيل، ووجد الموت قريبا إليه من نعل رجله، فكاد أن يخاف الموت، فخاطب نفسه ليسليها ويقحمها هذا الميدان، فيقول أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، ويحك لن تراعي. فكذلك الخيل تتسابق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومعلوم أن الخيل في الجيش أقوى سلاح يمكن أن يحارب به الأعداء، أقوى سلاح، مش المشاة، الخيل سلاح الفرسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للراجل سهما وللفارس سهمين. وإلى هذه الأيام سميت المدرعات والمجنزرات في بعض الدول بسلاح ماذا؟ بسلاح الفرسان. في بريطانيا إلى الآن لا يقولون سلاح المدرعات، ولكن يقول سلاح ماذا؟ الفرسان. بل إن هناك كتبا ألفت في أدب الفرسان، أدب الفرسان يعني لقوة الخيل، الذين يركبون الخيل
أصبح لهم أدب خاص بهم اللي هو أدب الفرسان، بحيث لو أن فارسا خالف هذا الأدب لنادى على نفسه بالفضيحة. يعني لو في فارس بيحارب فارس والفارس التاني وقع من على الفرس، التاني الفرس يقوم ضربه موته، استحالة لا يقتله. أمال يقتله إمتى؟ يقتله وهو على فرس. ده من أدب الفرسان. هناك أشياء كثيرة متعلقة بهذا الأدب. أدب الإسلام أعظم، ولكن نحن فقدنا أدب الإسلام وأدب الفرسان حتى أدب الحمير، يعني الله المستعان. فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا، أيضا الملائكة، الملائكة يأمرها ربنا عز وجل بتدبير أحوال الكون. إذن الكون ده كله يجري بأمر الله. طب من اللي بيحرك الكون ده كله؟ اللي هو مين؟ الملائكة. في قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان الواحد من المسلمين إذا أراد أن يطعن الكافرة سقط قبل أن يصل إليه سيفه، أو وقع قبل أن يصل إليه نبله. من اللي ضربه موته؟ من الملائكة، كانت تقاتل مع المؤمنين. إذن ده نوع من تدبير أمر الله عز وجل. فالمدبرات أمر، إذن الكون ده كله يدبر بأمر الله. يا ترى تدبير ربنا عز وجل لهذا الكون هل يستطيع أحد أن يخله أو أن يفسده؟ استحالة، استحالة. سمعتم جميعا عن تسنامي، هذا الإعصار الذي ضرب جنوب شرق آسيا. هناك تغييرات كونية حصلت بسبب هذا الإعصار، تغييرات كونية حصل بسبب هذا الإعصار. تغيرت ملامح بعض السواحل في ماليزيا وأندونيسيا، جرفت جزر فانتقلت من أماكنها إلى أماكن أخرى تبعد عنها بعشرات كيلوات. سبحان الله، قواعد عسكرية بها عشرات الآلاف من الجنود صاروا هلكة، ولم تعثر على بقاياهم إلا قريبا من جزر سومطرة في شرق إفريقيا، في جنوب شرق إفريقيا، البيادات والكرنيهات وما إلى ذلك. ودي إعصار، إعصار جرى بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. إمتى؟ متى؟ إذ فيها معنى الظرف، يعني عندما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وأتى اللفظ هنا بالنكرة ليدل على معنيين: المعنى الأول الكثرة، والمعنى الثاني التنوع. إذ الجنود التي أتت لم تأتي من مكان واحد، ولكن أتت منين؟ من أماكن متعددة، قوات متعددة الأعراق والجنسيات. ده بدايات مبكرة لقوات التحالف. سبحان الله. إذ جاءتكم جنود، قال تعالى بقى إيه اللي حصل؟ يبقى هم جمعوا العدة وجمعوا الرجال وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كانت النتيجة
إن المؤمنين لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. العاقبة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. طب يهود بني قريظة الذين حالفوهم ودخلوا في هذا التحالف ضد أهل الديانة والإسلام، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب الآيات. كل هذه الأشياء، الرعب والقذف والرمي والقتل والطعن وغير ذلك، من الذي قام بذلك؟ الملائكة. بأمر من؟ بأمر الله، بأمر الله. وهذا قوله تعالى فالمدبرات أمرا. إذن كل شيء تقوم به الملائكة في هذا الكون إنما هو بأمر الله عز وجل. طيب أين جواب القسم؟ والنازعات غرق، والناشطات نشط، والسابحات سبح، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمر. دي كلها قسم. احنا نخش بقى في معنى جديد بقى، يوم ترجف الراجفة. هل يوم ترجف الراجفة هو ده جواب القسم؟ لا، جواب القسم لابد أن يكون مصحوبا بالنون الثقيلة الدالة على التوكيد. ولذلك قال أهل العلم والجواب محذوف يدل عليه السياق وتقديره لتبعثن، لتحشرن، لتسألن. إذن هذا جواب مقدر. إذن القضية أنهم كانوا ينكرون البعث، وكانوا يكذبون بالمعاد بعد الممات، فكان ذلك الجواب محذوفا ليطيروا في تقديره كل مطار، عشان بقى يبدأوا يفكروا والقلب يتوجه لتحديده والتفكير فيه. لأن الشيء إذا كان قريب المأخذ كان عييا على الفكر، أما إذا تركته هكذا طار الناس إليه في تحديده وتأويله. في هذا اليوم اللي فيه البعث، اللي فيه النشور، اللي فيه الحساب، هذا اليوم ترجف الراجفة، ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. الراجفة هو الاضطراب ولكن بأصوات متداخلة، فكل تداخل لا يفهم معناه يسمى ذلك رجفا. ومنه سميت الإشاعات بماذا؟ بالأراجيف، مش كده؟ الأراجيف، أصوات مهموسة متداخلة ربما لا تكون مفهومة. فهذا صوت عظيم غير معلوم الدلالة، ولكن هذه الرجفة تكون مدمرة، تكون مدمرة. فالرجفة الاضطراب، وإذا كان الاضطراب شديدا قد يؤدي إلى الدمار. أي شيء إذا كان شديدا يؤدي إلى الدمار، مطر شديد يدمر، ريح شديدة تدمر، صوت شديد، حتى الأصوات الشديدة تدمر، حتى الإضاءة الشديدة تخطف الأبصار تدمر. سبحان الله. تتبعها الرادفة، وهو صوت أو رجفة تشبه الأولى، فهي رادفة أي تتلوها. قيل هما نفختان عظيمتان، نفختان عظيمتان،
ووردت بعض الآثار التي تحتاج إلى نظر في صحتها أن ما بين النفختين ما بينهما 40 سنة. يا ترى السنة دي قد إيه؟ وضعها قد إيه؟ الله تعالى أعلى وأعلم. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة أي خائفة مذعورة، أبصارها خاشعة أي ذليلة، وهذا حال الكفار. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة أي الحياة مرة ثانية، أي إذا متنا أنرجع مرة ثانية إلى الحياة؟ ويقولون ذلك على سبيل التهكم والاستنكار. أإذا كنا عظاما نخرة، بيان للأول، متنا وصرنا عظاما نخرة أي مفتوتة مبثوثة، تذر بالأصابع وتنسفها الرياح. إذا كنا عظاما نخرة أنبعث بعد ذلك؟ فإذا بعثنا قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قتلنا وزنينا وكفرنا وفعلنا الأفاعيل، إذن سنعاقب عقابا شديدا. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة، أي إن الله تبارك وتعالى بعد هذه النفخات التي تفنى فيها الخلائق فلا يوجد شيء منها البتة، يأمر ربنا عز وجل بصيحة واحدة، الزجرة أي الصيحة الواحدة، وهي صيحة البعث. قال تعالى فإذا هم بالساهرة. هناك أقوال كثيرة في معنى الساهرة، وأرجى الأقوال أنها أرض الموقف، أرض المحشر، ولكن هل أرض المحشر كأرضنا تلك؟ الجواب لا. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقيل هي أرض لم يعصى عليها الله، أرض كده جديدة لم يعصى عليها الله. طب إزاي؟ هتيجي منين؟ شكلها إيه؟ الله تعالى أعلى وأعلم. في أرض المحشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الإيمان، ويختم حياتنا بالإحسان، ويجعلنا وإياكم من أهل الرضوان.